كل حياتي ساكن في البلد القديمة ومبسوط إني ساكن في هذه المنطقة، لكن هذا الوقت صار شيء يختلف. كلنا كنا خايفين، وأنا واحد من الناس اللي نفس الشيء، خفت ودخل خوف في قلبي. أنا ومرتي نتيجة الأحداث الكتيرة قررنا إنه ما نبعث البنات على المدرسة ويضلوا البنات في البيت ليروق الوضع. يوم الاثنين في الليل كنا نقرأ الكتاب المقدس، والرب شجعني من خلال الآيات اللي مكتوبة في أشعياء 43، بتقول: والآن هكذا يقول الرب خالقك، إذا اجتزت في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، إن مشيت في النار فلا تلدع، واللهيب لا يحرقك، لأني أنا الرب إلهك مخلصك. كنا نقرأ هذه الآيات وقعدنا نتناقش أنا ومرتي، وقلنا: واو، قديش هذه الآيات بتفرجينا حماية الرب. إذا مشينا في الأنهار مش رح نغرق، إذا مشينا في النار مش رح ننحرق. وقعدنا نتأمل في بعض الآيات الأخرى عن حماية الرب، وأخذنا قرار تاني. مع أنه هذه الأحداث موجودة، بس إحنا بدنا نعيش في الوعود اللي موجودة في كلمة الرب. بعد أكم من يوم كان في حدث كمان في باب العمود اللي صار في قتل معين، وبنتي تأخرت في هذاك اليوم للأربعة في المدرسة وانحشرت في المدرسة، وابتدى الخوف عنا كمان دور. بس بدي أنادي ماجد وتقول لكم إيش كان شعورها لما هي كانت في هذا الوقت في المدرسة. ماجد تعالي بابا من فضلك. أنا البابا يوم السبت كان عندي الساعة 4 مدرسة، وإحنا بالمدرسة قبل تقريبا 5 دقائق من لما تخلص الحصة دخلوا علينا بنات وقالوا لنا نضل بالمسرح عشان كتير خطر برا وممنوع نطلع وهيك، وكان كل الوضع مكركب وغاز مثير للدموع كان جوا المدرسة، ودخل كمان قنبلة وممنوع نقرب عليها وهيك إشياء، وكتير بنات يعني ارتعبوا كتير عشان إنه جنب المدرسة الإشي كان، وصاروا يبكوا ويحكوا مع أهلهم ويحكوا لأهلهم إنه ما تيجوش تخدونا عشان هون خطر. كانوا خايفين كتير على أهلهم برضو أكتر من ما هم خايفين على حالهم. كتير بنات كانوا يبكوا كتير وهيكا، بس إنه أنا ما كنت حاسة إنه أنا خايفة، عشان إنه سلام يسوع كان في قلبي، زي ما قال يسوع: سلامي أترك لكم وسلامي أعطيكم. أنا ما كنت خايفة، بس كتير كانوا بنات حوالي يبكوا وخايفين وهيكا، فلما نشوف هذا الإشي بنتأثر منهم، بس لسه بضل السلام جوانا وإحنا مش لازم نخاف عشان هذا السلام بحمينا.